بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا وبعد. فلقد مر معنا فيما سبق أن الله تعالى يصف هذا الكتاب بأنه حكمة بالغة، وكان ذلك مناسبة للحديث عن كلمة الحكمة، وبينت أنها تختلف بنسبتها إلى الله عز وجل ونسبتها إلى الإنسان. وكان معنى الحكمة بالنسبة لله تعالى هو معرفة هذه الكائنات وهذه الموجودات وخلقها على أتم صورة وأحكم صورة. فالله عز وجل حكيم، وهو أحكم الحاكمين، بمعنى أنه لا يند عن علمه شيء في السماوات ولا في الأرض، ويعلم الأشياء قبل أن تقع، لأن علمه سبحانه وتعالى يتعلق بالموجودات وبالمعدومات كذلك. ثم هو سبحانه إذا خلق شيئا خلقه على أتم صورة وأحسن صورة، ولذلك لا تجد أن المخلوق الإلهي في حاجة إلى ترقية. وهذا دليل كان بعض العلماء قد تحدث عنه في أبواب إثبات وجود الله عز وجل في كتب العقيدة، ويجب الاهتمام به والنظر إليه والتوقف عنده. أنتم تلاحظون أنه ما من شيء يصنعه الإنسان إلا وهو يصنع على طبيعة الإنسان، أي بما جبل على الإنسان من جهل ومن عجز ومن عدم معرفته وإحاطته بالأشياء. فحينما يصنع الإنسان شيئا ما، يكتشف على المدى القريب والمتوسط والبعيد أن في مصنوعاته تلك خللا، في كل المصنوعات. صنع الإنسان البيت أول ما صنعه ليستتر به، فاكتشف بعد ذلك أن في هذا البيت نقصا وعيبا، وأن صنعه بالطوب مثلا وبالحجر كان في بعض المرات يوشك أن يكون مهلكة للإنسان، بحيث أنه يسقط عليه ويتداعى. فاجتهد الإنسان في صنع البيت وفي ترقيته، وما زال هذا الإنسان يجتهد ويترقى إلى أن وصل إلى بيت يصنعه بناء على مواصفات هندسية معينة وبمواد معدنية، وانتهى الإنسان إلى صنع مثل هذا البيت مثلا. ثم صار بعد ذلك هذا الإنسان في حاجة إلى أن يرقي البيت، فأصبح يصنع له طبقات. وكلما صنع شيء لاكتشف أن هنالك خلل في الصنع، فيحاول أن يستدركه. ولذلك نجد أن علم الهندسة هو علم تطوير الكائنات، أي التي صنع الإنسان منذ آلاف السنوات. وحينما صنع الإنسان مثلا العجلة وعلى نحو معين، اضطر بعد ذلك إلى أن يصلحها، لأنه وجد أن العجلة هذه ثقيلة، فلذلك أصبح يربطها يدير عليها مجموعة من الأشرطة وقطع المعينة من أجل أن يخف سيرها. وأن تعرفون العجلة الأولى كانت، بعض الناس لا يزال يذكر أن هناك عجلات كانت خشبية تلفها طبقة من الحديد، أي عجلة كبيرة خشبية ولكن إطارها هو من الحديد، كانت تلك العجلات ثقيلة. فأصبح الإنسان يلينها عن طريق لفها بمجموعة من الأشرطة والخيطان من أجل التليين. ثم أصبح الإنسان يفكر في إدارة طبقة من الهواء. فهكذا الأشياء كلها لم تصنع أول ما صنعت على نحو كامل. أنتم تلاحظون هذا في تاريخ المصنوعات. لو أخذتم أو نظرتم إلى متحف لصنع السيارات لوجدتم أن السيارة الأولى كيف كانت، والدراجة العادية كيف كانت الأولى، والدراجة النارية، والطائرة التي صنعها الأخوان رايت كانت بسيطة، ثم ارتقت ثم تطورت ثم كبرت. وفي كل مرة يحس الإنسان بأن هناك نقصا يجب أن يتداركه. بل الآن هذه الصناعات الآن التي يتباهى بها الناس هي عبارة عن إضافة مجموعة من الأشياء، من أي الأكسسوار. معنا في حينما تصنع سيارة يأتي جيل جديد من السيارات فيه مثلا
أجهزة جديدة أو حاجات جديدة، فمثلا فيه كرسي متحرك، فيه كرسي يمكن أن يتجاوب، فيه سيارة يمكن أن تطلع ما في الطريق وتخبر صاحبها في السيارة، تخبر صاحبها بأن الحزام غير مربوط إلى غير ذلك. كل مرة تجد أن السيارة التي صنعت من قبل أصبحت متجاوزة، وأن الجيل الجديد أصبح كذلك. نقول هذا في الإعلاميات، في الكمبيوتر كيف صنع وكيف إلى أين وصل، هكذا الأشياء كلها تترقع. ولكن ما صنعه الله تعالى هو صنع من أول مرة، صنع راقيا، أي البصر حينما صنع البصر والعين صنعت منذ صنعته، منذ كان الإنسان له هذه الحاسة، كانت كاملة ليست في حاجة إلى تطوير. هذا العقل حينما صنع الإنسان، كان الإنسان جهز به، كان العقل بتركيبته بتشكيلته تلك، أي حينما وجد الإنسان على الأرض كان له هذه الجوهر وهذه اللطيفة، فكان كاملا. حينما صنع الله تعالى الإنسان على هذا النحو، وحينما أعطاه هذه الأصابع التي هي لينة والتي هي متحركة والتي تنبسط وتنقبض وتجعل هذا الإنسان قادر على أن يلامس أدق الأشياء، كانت الأصابع وكانت اليد كلها بكل مواصفاتها كانت كاملة، ليست في حاجة إلى اليد. هذه يد لها أصابع، فيها غضاريف، فيها راحة، هذه الليونة وهذه المرونة في اليد، يمكنك أن تفعل بها الأشياء الكثيرة، تأخذ بها الأشياء كما تشاء، تصنع، تكون بها كاتبا، خطاطا، فنانا، نحاتا، تحمل بها الأثقال، تدافع بها عن نفسك، تضم هذه اليد لتصير كتلة تدفع بها الخطر عن نفسك، إلى غير ذلك من الأشياء. لاحظوا أن اليد مثلا حينما صنعت في هذا الرسالة كانت كاملة، ليست في حاجة إلى التطوير. وهذا أمر وقف عنده كثير من العلماء قديما. والإنسان في 2007 هو كامل في جسده كما كان كاملا منذ أن خلق هذا الإنسان، ولم تأتي، لا يمكن أن تأتي جهة معينة أو دار للصناعة لتضيف إلى الإنسان شيئا إضافيا، لا، هو الإنسان هكذا كما أراده الله تعالى، صنع أول ما صنع بكمال. ولذلك يتميز الخلق الإلهي عن الخلق أو الصنع الإنساني بهذه الخصيصة، أن صنع الإنسان دائما يترقى، وأن ما خلقه الله تعالى يأتي دائما في نهاية الكمال والحكمة. وهذا أمر يتدبره الإنسان فيعرف عظمة الله سبحانه وتعالى، ويعرف كيف يخلق الله تعالى الأشياء وكيف يصنع الناس الأشياء. إذن فهذا وصف الحكمة بالنسبة لله تعالى ومعرفة الأشياء وخلقها على في أحكم صورة. ثم الحكمة بالنسبة للإنسان هي معرفة الحق بالعلم والعقل، معرفة الحق بالعلم والعقل. فمن وصل إلى الحق بعلمه أو بعقله فإنه حكيم، ومن اجتنب الحق وتركه وشرد عنه فإنه ليس حكيما وإن ادعى لنفسه أنه حكيم. لاحظوا، إذا كان الناس منذ القديم يتحدثون عن الحكمة وعن الفلسفة ويقولون إن الفلسفة هي محبة الحكمة وطلب الحكمة، وأن الفلاسفة الأول كانوا طلابا للحكمة يبحثون عنها في الكون، هذه الحكمة في كثير من المرات تكون عبارة عن سبح في الخيال، أي أفكار مجردة، أفكار غير مرئية غير تنفيذية. وأنتم ترون مثلا أننا حينما نتحدث عن الكلي في كل كتب الفلسفة والمنطق يتحدثون عن الشيء الكلي وعن الما صدق، الكلي والما صدق. الكلي هو شيء تجريدي لا وجود له في الواقع، والما صدق هو تلك الأفراد التي يصدق عليها الكلي. فمثلا الإنسان هو كلي، هو مكون من شيئين، من مكون من النمو الذي ينمو به الإنسان ثم العقل، فهذه كلية الإنسان. لكن أين تستطيع أن تجد هذه الكلية؟
فالكل يتعقل ولكن ليس موجودا، ليس موجودا. ماذا ترى؟ ترى أنت في الطبيعة لا تستطيع أن تجد شيئا اسمه الإنسان، تجد أفرادا ليسوا كليين، هم كل واحد منهم هو جزئي ولكنه حاضر معك ويشافهك ويخاطبك فأنت تتعامل معه، ولكن كلية الإنسان ليست موجودة. لذلك يقال إن الكلية عام تجريدي لا وجود له. فالحكمة إذن عند غير بغير المفهوم الإسلامي يمكن أن تكون حكمة تجريدية. يقال إن بعض الفلاسفة، أحد الفلاسفة ولعله سقراط، كان يسير في أرض وكان يتفكر ويتجول ويسبح في الفضاء بعقله في الليل، وانغمس في تلك التسابيح أو تلك الرؤية أو تلك السبحات التي كان يقوم بها، ولم يدري حتى وقع في حفرته. فقالت له خادمة: يا أيها الفيلسوف، أولى لك أن تعرف المكان الذي تسير فيه من أن تنظر في النجوم البعيدة عنك، تريد أن تستنبط منها أسراره. بمعنى أن كلما اقتربت من الواقع كلما كان تفكيرك أصوب وأجدى وأنفع. ولذلك حينما وقع ما وقع من انتقال في تاريخ الفلسفة، أصبحت الفلسفة لا تعنى كثيرا بالأمور المجردة ولا بالأمور الغيبية لأنها تفوضها وليس لها يد في ذلك، فأصبحت الفلسفة مرتبطة بالإنسان، وأصبحت الفلسفة تتحدث عن فلسفة علوم الإنسان. ولذلك أصبحنا نتحدث الآن عن علوم فلسفة العلوم، فلسفة علم التاريخ وفلسفة علم الاجتماع وفلسفة العلوم كلها، كل علوم لها الآن فلسفة معينة، وأصبح مبحث المعرفة من أهم المباحث التي يتحدث عنها الآن في يتحدث عنها الفلاسفة، وكيف تكون المعرفة وكيف تنشأ. وأصبحنا نسمع الحديث الكثير في صواب وفي خطأ في هذا المجال، بمعنى أن الفلسفة انتقلت أو أصبحت تنتقل من البعيد ومن المجاهيل إلى أن تلامس قضايا الإنسان، اقتربت، بمعنى أنها أصبحت تميل إلى المجال الذي تحدث فيه أو الجانب الذي تحدث فيه المسلمون، وهو معرفة الحق بالحق بالعقل وبالعلم، والشرط الآخر وهو فعل الخيرات. أي إن الحكمة معرفة وفعل، معرفة الأشياء، معرفة الحق والوقوع على الحق بالعلم أو بالعقل، ثم فعل الخيرات. ولذلك لا يعتبر حكيما من عرف الحق وحاد عنه، لا يعتبر حكيما من عرف الحق وخدم في ضد الإنسانية. فكل معرفة للحق شاهدها أن تتحول إلى فعل إنساني، إلى فعل لخير هذا الإنسان. والفلسفات التي تبيد الإنسان الآن، هناك فلسفات تكرس العدوان والظلم. في تاريخ الفلسفة الأوروبية الآن هناك نظريات غريبة جداً، منها نظرية أرسطو الذي كان يتحدث عن شعوب الأرض ويقسمها إلى شعوب متحضرة وأصلها أن تصل إلى الحضارة، ويقصد بها الشعوب الآرية أو الأوروبية، وشعوب مستعبدة ويقصد بها شعوب الشرق. أرسطو كان يقول هذا، بمعنى أنه كان يمهد وكان يبرر كل أنواع استغلال وكل أنواع الظلم، وهو فيلسوف كبير. ثم جاءت عبر تاريخ البشرية مجموعة كبيرة من الآراء الفلسفية التي اتجهت في هذا الأمر. في أوروبا، في فرنسا، مجموعة من الفلاسفة اعتبروا أن استعمار شعوب العالم الإسلامي هو مصلحة لتلك الشعوب. جيل فيري كان يقول هذا، ويعتبر بأن استعمار الشعوب ليس استعمار بالمعنى القديم، وإنما هو استعمار تحضيري. حينما سمعنا في المدة الأخيرة أن البرلمان الفرنسي يرفض الاعتذار عن استعمار فرنسا للجزائر لما طلب منه ذلك،
وأصدر على النقيض من ذلك بيانا يشيد فيه بحركة الاستعمار ويقول بأنها كانت سببا لتطوير أنها كانت سببا لتطوير هذه الشعوب. فالقتل ليس شيئا ها؟ نفس الأمر نجده في الماركسية. الماركسية كانت أيضا تبيح القتل بلا حساب، أي كنظرية كانت تبيح القتل بلا حساب، بل كانت تبيح أيضا حتى استعمار شعوب من أجل النظرية الماركسية. الماركسية كانت تقول بأن هؤلاء الذين يقتلهم النظام الشيوعي ليسوا مظلومين، ستالين إذا قتل أو لينين إذا دعا إلى ذلك أو مجموعة من القتلة في 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 كمبوديا في جهات أخرى، كانوا يقولون إن هؤلاء الذين يقتلون من البرجوازيين من الإقطاعيين من أعداء الثورة هؤلاء قتلهم جائز لأنهم عرقلة في طريق الثورة، إنهم وقفوا في وجه سيرورة التاريخ، إن هؤلاء يجب أن يقتلوا. لأن لماذا؟ لأنهم يقفون ضد حركة التاريخ. حركة التاريخ معناها أن الشيوعية يجب أن تصير هي المآل النهائي للبشرية، وهؤلاء يرفضون كأنهم مشكلتهم أنهم وقفوا ضد التيار الذي يجب أن تلاحظ. لم يكونوا يأسفون لذلك. ماو تسي تونغ لما كان يقوم بالثورة الثقافية كان يبيد كل من يخالف كل من، ويقال بأنه قتل أكثر من 40 مليون من المسلمين لأنه كانوا يحملون فكرا غير الفكر الذي كانوا يبيد. حينما تحدث عن في المشروع الثقافي وكان أكبر كان يتحدث عن الثقافة البرجوازية، وكان يسمح لأفراده ولأتباعه والمتنفذيه أن يأخذوا مثلا الموسيقيين. الموسيقيين كانوا يأخذونهم ويصبون في آذانهم الرصاص المذاب حتى لا يسمعوا لأنهم لهم آذان برجوازية. هذه أشياء كانت تتم، معروف بأنها كانت تتم. القتل الذي فعله الذي أتاه ستالين مثلا معروف أن أعداد كبيرة من قتلها لم يكن يأسف عليها، وكانت المجازر أو المنافي في سيبيريا شيء عادي. ولذلك حينما قام سولجستاين كان كفيلسوف بمناهضة هذا الأمر كان مصيره مكان، ثم نفي فكان بعد ذلك أنه حصل على جائزة نوبل. على كل حال هؤلاء كانوا يأخذون هذه المبادئ ويعتقدون صوابها، ولكنها مبادئ ضد الإنسان، ضد الإنسان، ليس فيها فعل خير، وبالتالي لا يمكن أن نسميها بمفهوم الإسلام، لأن نسميها حكمة. الحكمة معرفة الحق بالعقل زين بالعلم وفعل الخير لصالح الإنسان. وترون هنا كيف تكون هذه الكلمة جميلة جدا، وكيف تكون رائعة وشيقة، وكيف يجب أن نعرض هذا المفهوم للناس ليعرفوا أن كل علم يؤدي إلى إضرار بالبشرية إلى تدمير الإنسان ليس علما وليس حكمة، ولا ينتظم عندنا في مفهوم الحكمة. أنتم ترون أن هذه المقاييس والمعايير في الثقافة أو في المعرفة عند غير المسلمين توشك أن تكون غائبة. هذا يمكن أن يتجد طبيبا يقتل أطفاله، أطفال ضحايا كما وجدتم ذلك، عرفتم ذلك في بريطانيا مرات متعددة، أن مجموعة كبيرة من كبار المخترعين يأتون بعض الحماقات التي يعتدون بها على الإنسانية اعتداء واضحا. صنع هذه الوسائل، وسائل الدمار الشامل التي نحاسب نحن عليها، مع الأسف الشديد نحاسب عليها إن امتلكنا بعضا منها، في حين أننا إن امتلكنا فإنما نكون قد اشتريناها ممن يحاسبنا عليها. أي وسائل دمار شامل أو السلاح النووي هو يباع، ومن يبيعه؟ يبيعه الذي يحرمه. ففي هذا اليوم وقع توقيع رفع الحظر عن السلاح الهندي، لتزويد المؤسسات النووية الهندية بكل الوسائل وبالمفاعلات وبالمواد الأساسية لصنع أي شيء نووي. الآن وقع، ووقع عليه الآن أمس، ووافق عليه الكونغرس الأمريكي، انتهى الأمر. في حين أن باكستان يقال لها بأنها ليست
أهلا لأن تحظى بهذه الحظوة، وكوريا الشمالية وإيران ودول من هذا القبيل هي ممنوعة من ذلك. قلت إذن فهذه المعرفة لو انضبطت في خدمة الإنسان في معنى الحكمة لما كان هناك شيء أصلا اسمه سلاح نووي، لما كان هناك شيء اسمه سلاح البيولوجي، لما كان هناك أي نوع من أنواع سلاح الدمار الشامل الذي يصنف بعضه على أنه دمار شامل، وليس هل هذا الغاز غاز الخردل من دمار شامل، هل غاز كذا من، إذن بمعنى أن هذا كله هو من بثقت بثق عن عبقريات هؤلاء البشر الذين عرفوا الحقيقة لكنهم لم يخدموا بها الإنسان، عرفوا أسرار الكون لكنهم سخروا ذلك ضد الإنسان وجمعوا به أموالا طائلة. وهذا طبيعة التربية أو العلم حينما لا يكون على النمط الإسلامي. نحن الآن نشعر بأن هنالك عددا كبيرا من 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 المصابين بأمراض السيدة في العالم، وفي كل يوم يحتفل الناس باليوم العالمي للسيدة، وإفريقيا تأتي في الطليعة من دول مصابة بأمراض السيدة، وفي أمريكا يصنعون أدوية لكن هذه الأدوية غالية. امتياز صنعها وحق صنعها أو صنع نظائر لها جينيريك، أي ليس الأصل جينيريك المقلد، الدواء المقلد ليس مسموحا به حتى تكون المصانع التي اصطنعت الدواء أول مرة قد أدخمت مالا ومات مجموعة كبيرة من الناس، بعد ذلك يمكن أن يكون لهم فيه نظر هل يسمحون أو لا يسمحون. الأصل في المعرفة الإسلامية أنها ليس فيها هذا الشيء اللي اسمه محفوظ أو حقوق النشر أو حقوق طبع. كان الناس إذا قرأوا كتابا أو ألفوا كتابا يرجون أو يدعون كل من وقع على الكتاب أن يستنسخه وأن يعمم في فائدته، لأنهم كانوا إذا انفصل الكتاب عنهم يكون الأمر قد انتهى. أي الكاتب إذا ألف إمام من أئمة المسلمين كتابا لا يعتبره إنجازا يرتزق منه، بل يكل أمره إلى كل القراء ليكونوا هم الذين ينشرونه، ويكون ذلك نوع من التشجيع على هذا. ما عندناش احنا حقوق الطبع ولا حقوق الاختراع، طبعا هي الآن حقوق لابد أن نحترمها لأن العالم توضع عليها، ولكن في أصلنا أن كل شيء كان مبذولا لأننا نتحدث عن علم وعن معرفة لخدمة الإنسان، ونحن أيضا يجب أن نتعلم كيف نخدم الإنسان، كيف نسعد الإنسان، كيف نحقق لهذا الإنسان رفاهيته وراحته. يخطئ الخطأ كله من يتصور من الناس أننا نحن المسلمين يجب أن نكون عناصر تعيش على الإنسان وتستغل الإنسان. لا، هؤلاء الذين ذهبوا إلى أوروبا وإلى جهات وأباحوا لأنفسهم أن يأخذوا أموال الغربيين بباطل، أن يسرقوا، أن يغشوا لأنهم كفار، أبدا لا يجدون سندا فيما يقولون مطلقا. هذا من تلبيس إبليس، هذا من تسوير الشيطان، لأن السرقة تبقى سرقة، أنت حينما تسرق يبقى سرقتك سرقة محرمة سواء سرقت كافرا أو مسلما، لأنك الآن معه تعيش بعهد وبميثاق وبكلمة. لو قلت للناس وأنت تطلب تأشيرة أيها الناس سأذهب إلى بلدكم ولن أحترم قانونكم وسوف أسرق أموالكم وسوف أنام وأنتم تشتغلون، لما أعطوك هذه التأشيرة. أنت دخلت على ميثاق وعهد بأن تكون منسجما على الأقل مع المجتمع ولك خصوصيتك، أما أن تصير متمرد على المجتمع وتعيش على خير المجتمع، يشتغل الناس وتأكل أنت ويشتغل الناس وتسرق أنت، هذا ليس له من الإسلام أي صلة، لأننا كما قلت نحن مع هذا الإنسان نشتغل، نخدم هذا الإنسان ونقدم الخير للإنسان كيفما كان الإنسان، نعينه من أجل أن يفهمنا ويفهم ديننا ويفهم عقيدتنا، وبعد ذلك يكون الخلاف على مستوى آخر، على مستوى آخر. إذن هذه مقومات الحكمة بالنسبة للإنسان بالنسبة للخالق بينتها. ثم إن هذا القرآن موصوف بالحكمة،
فهذا الكتاب الحكيم هو أيضا حكيم، كما أن الله حكيم، كما أن الله وصف الإنسان كذلك بالحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء. فما معنى الحكمة حينما يوصف بها القرآن؟ القرآن لأنه كلام الله الحكيم لا يكون إلا حكيما، لا يكون إلا حكيما، وهو من حيث إن الإنسان يشتغل به ويستدل به هو القادر على أن يدل هذا الإنسان على الحق بما فيه من علم. فالقرآن لا يقود إلا إلى الحكمة. كل ما وجدت موقفا من المواقف وشيئا مما يتساءل الإنسان عنه تجد أن جواب القرآن فيه هو الحكمة. ليس معنى ذلك أن القرآن يقف دائما موقفا وسطا كما يتصور الناس، لا، بل القرآن يقف موقفا صحيحا ولا يجمع بين الآراء المتناقضة ليقع هو في الوسط، لا، هو يقع في الموقع الصحيح المناسب. هو يتحدث عن هذه الأمة، يتحدث عن هذه الأمة مثلا في جانب علاقتها بالآخرين، ويدعو إلى السلم، ويجعل هذه الأمة أمة السلام، وتتكرر كلمة السلام على أفواه المسلمين أكثر مما تتكرر على أفواه أي إنسان في العالم، لأننا كل يوم نخرج من بيوتنا أو في بيوتنا نسلم على الناس فنقول السلام عليكم، ولا نسمع في حياتنا نحن كلمة أكثر مما نسمع كلمة السلام. أنتم دخلتم كلكم سلمتم، وتخرجون فتلقون فتقولون السلام. ولو أحصى أحدكم كم سلم هذا اليوم، لو أن أحدكم جرب وهو يشتغل في السوق مثلا وفي مكان عامل بالناس، لربما لاكتشف أنه سلم في اليوم مثلا 200 مرة. لا يجد في العالم من يستطيع أن يكرر كلمة السلام هذا العدد الهائل. هو يصلي فيقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هو يصلي ويقول السلام عليك أيها النبي. فكلمة السلام تتكرر فينا تكرارا لافتا للنظر عجيبا. لا يوجد في الدنيا كلها الآن كلمة تتكرر أكثر مما تتكرر كلمة السلام. إذا تصورتم أن 1,500,000 أو 600,000,000 من المسلمين كلهم يلتزموا بأحكام الإسلام، وأن كل واحد منهم يمكن أن يكرر هذه، أي في الاحتمال يمكن أن يكرر هذه الكلمة 100 مرة، فتصوروا أن 1,600,000,000 مضروب في 100 كلمة، أن يكرر هذه الكلمة 100 مرة، فتصوروا أن 1,600,000,000 مضروب في 100 كلمة تتكرر، بحيث يفهم الإنسان أنه مدعو إلى أن يكون إنسان سلم. ولكن حينما يتحدث الإسلام عن السلم يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الخيل والرباط والإعداد والإرهاب. الإرهاب ليس بالمعنى الذي يريد الناس أن يشيعوا الآن، أرهبه بمعنى جعله في يقف منه في موقف احترام وخوف من الجرأة عليه. أنت لا تحمل سيفا ضد أحد، ولست مدعوا إلى أن تحمل سيفا ضد أحد ولا بندقية، ولكن بوزنك في هذا الكون، بثقلك أنت تحقق الأمن فقط. لا تستعمل سلاحا ولا تحركه أبدا ولا تشير به، ولكن بكونك متوفرا على القوى البشرية القادرة على الدفاع عن النفس وعن القيم، بكونك متمكنا من التكنولوجيا، بهذه الأشياء يفكر الناس فيك كثيرا. لاحظوا،
متى ابتلينا نحن بالاستعمار؟ ابتلينا في زمن كنا فيه في نهاية التخلف. كان مجيء الاستعمار إلينا يمثل بالنسبة إليه متعة، لا سلاح، لا قوة سياسية، لا قوة عسكرية، كل الأوضاع كانت تدل على تدهور كبير. قبائل منتشرة، أناس يمثلون حياة الصيبة أو الانقطاع، جهل، أمراض، أشياء كثيرة. كان الناس يقولون إن الهجوم على هذه البلاد كل لا يكلف شيئا كثيرا، لا يكلف شيئا كثيرا. وغزينا في دورنا في كل الجهات، في كل بلاد الإسلام غزيت، وكان الناس يجتمعون هكذا جهرة ويقسموننا في مؤتمرات الجزيرة الخضراء وفي مؤتمرات مدريد وفي مؤتمرات متعددة، ويعطى هذا ما يمنع الآخر، ويقع التفاوض علينا، لأن قوتنا يومئذ كانت قد ضعفت وانهارت، فأصبح وجودنا، حالتنا العسكرية كانت هي تستدعي الاستعمار، كانت كنا نلغوا على الاستعمار، يعني ما كناش أقوياء. الآن العالم الإسلامي يتغير وتشكل تشكلا جديدا، ها؟ بالتأكيد في السنوات المقبلة لن تكون الجرأة على الشعوب الإسلامية سهلة. ما كانش غير صفر شي واحد صفر أرواحه يلا مشوا للعراق، مشوا نزلوا على العراق، وخرج رأسك من العراق. الآن قضية العراق شيء كبير جدا، وقضايا أخرى في كل جهات، أصبح الأمر يحسب له ألف حساب. يتخوفون من جهات الآن، هل ندخل هل نخرج، هل سيكون هناك سلامة، هل سنؤدي ثمنا مضاعفا، هل ندخل نحن ندخل الجوار، هل نحرك هناك. الآن أوروبا الآن بقت تأخذ بعض الدول الإسلامية باللقاط، ما تبقاش تأخذ بيديها، بقت تدير لهم دوك البيادق ديالها وتعطيهم، تقول من نعطيكم ونجيب لكم السلاح وديروا انتم شي فتنة. ما حدش اللي وقع الآن في جهات مثلنا، لأن ما كانتش بحال في 1904 وقبل هذيك الشيء. السلام عليكم، صبحوا عندك تماك، ما عندك شي شهادة أنت نهائيا، عندك التخلف والجهل والعجز والتفرق وسلطة ضعيفة، وكانت المسائل تمر بهذا الشيء. لكن الآن أمة كلها، هذا يكفي. أي إنما تكون الأمة مستعدة وتكون معالمة وتكون مثقفة وتكون قادرة على الصنع وقادرة على الابتكار وأن تكون ذات رؤية، هذا هو معنى أن ترهب عبد الله، هذا فقط. ما معنى أن نأخذ المتفجرات ونلقيها فيهم؟ هل نحن الناس، بعض الناس يقول هل نحن أمة إرهابية؟ هل القرآن إرهابي؟ لأنه يقول ترهبون به عدو الله. إذا كنا نحن إرهابيين الآخر كيش يتسمى واللي عندهم سلاح، إحنا غير قلنا هذا. إذا كنا نحن غير مجرد أن نمتلك السلاح سنكون إرهابيين، والذين يمتلكونه كيف يسمى واللي عندهم الآن ترسانة قوية جدا من الأسلحة كلها؟ فكيف إذا كنا احنا لمجرد أن نقول أنا يجب أن نتوفر على السلاح سنكون إرهابيين، وما عدا ما عناش. أما الذين لهم مصانع وتجارة ومنشآت عسكرية كيف نسميهم؟ لا، السلاح لا يجعل الإنسان بالضرورة إرهابيا، السلاح قد يحدث التوازن. ولذلك يقال إن القوة تعطل القوة، القوة تعطل القوة. حينما يوجد هذا المعسكر قوي، المعسكر الآخر يكون قويا فيقع التوازن، فلا هذا يعتدي لأنه يخاف العواقب، والآخر يعتدي لأنه يخاف العواقب، وتنتهي القضية. وفي بعض المرات حينما يختل التوازن يصير الضعيف عرضة لأن يهجم عليه القوي، وحينئذ لن ينفعه أمام الناس أن يقول إنني لم أكن متسلحا لأنني كنت خشيت أن أتسلح فأسمى بأنني إرهابي. لا، الإرهاب شيء ممقوت، الإرهاب عمل آخر فيه تصرفات أخرى، أما التوازن فهو متحدث عنه في كتاب الله، وشرط في الأمة أن تكون أيضا تستعد لعدوها بالرجال بالكفاءات، مش تستعد بتشري السلاح. الذين يشترون السلاح ليسوا مستعدين، أي تستعد بترقية الإنسان. الجندي الأمي لا يصلح، الجندي الأمي مضيع، لأن الآلات التي يقاتل بها الناس هي الآن متطورة، منشآت تكنولوجيا متطورة، فالجندي الآن هو بمثابة مهندس، هو في درجة مهندس يستطيع أن يتصرف في هذه الآلات وأن يتحكم فيها وأن يكيفها وأن يستخدمها وأن ينقذ نفسه بها. لأن الطائرة
التي لها ثمن باهظ لا يمكن أن تعطى لجندي جاهل. إحنا ما نحتاج غير نقولوا نهرسوا الحجر ولا غادي نجروا المحرات باش نحتاجوا واحد إنسان قوي، لا، نحتاج إنسان ذكيا وحاذقا وماهرا. فحينما تنشأ عند المسلمين كليات للهندسة كل تخصصاتها، كليات للحرب العسكرية، كليات لاختراع هذه المنشآت، تكون الأمة قد استعدت. وهذا موجود في كل البلاد. ليس حلف الناتو شنو هو؟ مش حلف عسكري، هو حلف سلاح، حلف عسكري، هي أحلاف، كلها أحلاف بناء على ولكن أن يوجد عندك سلاح كما يوجد الآن عند الأمم المتحدة سلاح لا لتقاتل به بل لتفصل الخصومات، هذا يكفي في الحقيقة. وصف الله تعالى الأمة بأنها أمة سلام يضاف إليه قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذن السلم مع القوة، ويأتي حينئذ ما يسمى بالسلام المسلح. السلام المسلح سلام ولكن عن قوة لا عن ضعف. سلام ليس استجداء وإنما هو توازن في العالم. أنت يجب أن تحقق السلام ولكن بناء على أنك تحقق سلاما في العالم. لاحظوا واحد القضية في أخبار هذا اليوم في بعض الفضائيات، صدر كتاب أصدره رجل له موقع، والكتاب لابد أنه سوف ستسمعون عنه كثيرا، وهو كتاب الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، وهو كتاب مهم جدا. وهذا من الأمريكيين الذين نحترمهم وإن كان تاريخهم في شيء، ولكن أن يأتي هذا الرجل في هذه اللحظة ليخرج هذا الكتاب ليقول إن سياسة إسرائيل أقبح من سياسة الأبارتايد في جنوب إفريقيا، وأن ما يعاني الشعب الفلسطيني هو ظلم بكل المقاييس. طبعا هو قال لأنه لم يعد تحت تأثير اللوبي الإسرائيلي ولم يعد مرشح الانتخابات، لكن أن يقال هذا الكتاب، طبعا هذا الكتاب سيكون له شأن خصوصا بالنسبة للعرب للمسلمين الذين يجب أن يتموا، لأن الذين يقبلون أو يدافعون عن قضايانا حيثما كانوا يجب أن نعتبرهم أصدقاء لنا على الأقل بهذه الشهادة. شهادة الاستهلاء من رجل يعرف ما يقول ويعرف ويعاش خبايا الأمور. نحن في الحقيقة في تاريخنا ظلمنا. الرئيس ترومان كان محايدا في قضية فلسطين، في قطار من القطر صعد معه بعض الصهاينة وهو يقوم يؤسس لحملة انتخابية، صعد معه بعضهم وساومه على الموقف، ويقال بأنه أعطي 2 من الملايين من الدولارات في القطار. ومن يومئذ تبنت أمريكا الموقف العدائي ضد الشعب الفلسطيني، وهذا تحدث عنه بعض الإسرائيليين اليهود واليهودية لإسرائيل لإسحاق شحاك، إسرائيل شحاك، فيه هذا الكلام الذي أذكره الآن. هؤلاء يقولون هذا الكلام هو كلام جيد، والذي يقول في هذا الكتاب في حدود ما نسمع الآن، لأن لا أعرف تفاصيل كتاب كارتر لأن لا أحكم عليه حكم عام، لأن الكلام ليس هو الآن جديد، ولكنه على كل حال يثير الآن، يثير الزوبعة، سيثيرها خصوصا في الأوساط الإسرائيلية، لأن أنا لا أحكم على الكتاب ككلي بل أحكم فقط على الجزء الذي سمعت عنه فقط. لما هذا الكتاب في هذه المرحلة؟ هذا السؤال. لأنه جاء بعد مرحلة الاستعصاء والوقوف في مفترق طرق، وبعد أن تأزمت الحياة، وبعد أن أصبح الخيار الإسرائيلي غير قابل للتنفيذ، بمعنى أن إسرائيل الآن تحتاج إلى مثل هذا الكلام، ولو لم تقله هي فإنها محتاجة إلى من يقول هذا الكلام ليكون ذريعة للحكام الإسرائيليين ليتراجعوا قليلاً. فبعد هذا الاختناق الذي وقع، وبعد هذا الإصرار الذي أبداه الفلسطينيون عن عدم الاعتراف بإسرائيل في هذه المرحلة، وبعد محاولات متكررة تكوين حكومة تستطيع
أن تسلم الأرض لإسرائيل فلم تفلح. بعد هذا كله كان ضروري أن يأتي مثل هذا الكلام كما جاء كلام آخرين في مثل هذه المرحلة التي تحدث عن الأزمة العراقية. هذا كلام دائما يكون مهيئا لمرحلة. هؤلاء لا يعبثون ولا يتحدثون عن الكلام خارج سياق التاريخ الذي يستدعيه. هذا الكلام المهم احنا يفيدنا في الباب أنه يتحدث عن ظلم وقع للشعب الفلسطيني. هذا الشعب الفلسطيني هو الذي كتب هذا الكتاب بإصراره، بوقوفه، بكل المواقف التي اتخذها الفلسطينيون، وبهذا الاستعصاء والتأبي ورفض الاجتثاث والاقتلاع والخضوع والانقياد. أصبح دائما المشكلة حينما تطول لا بد لها من حل ولا بد لها من تدبير لتخرج القضية عن حل عن درجة الاختناق إلى مساحة أخرى أوسع وأرحب. هذا أظنه في هو الصواب. المهم أن هذه الكتب التي يقول بها هؤلاء الناس لا تأتي عفو الخاطر، لا تأتي فقط بناء على تهويمات أو أن الإنسان كان مستريحا، بل يأتي نتيجة لسيرورة معينة، وهي أن القوة في فلسطين استدعت أن يحدث التوازن، وسيحدث بالتأكيد سيحدث التوازن. لا الجدار فصل استطاع أن ينفذ الآراء، ولا هذا الحصار الجائر الذي ضربه العالم على الفلسطينيين، ولا حالة الاختناق، ولا كل هذه الحالات استطاعت أن تفل هذه الإرادة أو تكسر هذه اليد التي تواجه وتقاوم، وبالتالي لا بد من حلول أخرى مرتقبة، بالإضافة إلى القضية اللبنانية فيما سبق، وأن هنالك أشياء يمكن أن تختمر في المستقبل، أي مستقبل إسرائيل ليس سعيدا، ليس مستريحا كما كانت إسرائيل تظن في الخمسينات أنها أنهت كل شيء ووصلت إلى أصله وحلت المشكلة. لا، هي لا تدري من أين يأتيها المفاجآت، لأن هذه الأمة رافضة، وهي رافضة وستستمر في الرفض، ولا يأتي بعد ذلك إلا بشر هو أشد رفضا، لأنه يحس بهذه المعاناة ويحس بهذه الأنواع من العذاب. إذا عاش الإنسان في سجن وهو مع ذلك يغذي نفسه، إذا عاش في حالة بطالة 60% أو أكثر من الفلسطينيين في حالة بطالة، لا شك أنهم سوف يفكرون في المستقبل في حلول أكثر شراسة وفي حلول أكثر مواجهة وأكثر مقاومة، وبالتالي لا بد أن هذه القوة تأتي بحل جديد. إذن فلذلك قلت لاحظوا الحكمة القرآنية في هذا. فلا الناس يجدون في كتاب الله آيات فقط تدعو إلى السلم، ولا هم يجدون فقط آيات تدعو إلى الأخذ بالقوة بأسباب القوة، بل القرآن يجمع بين هذا وذاك ويجعل الأمة أمة تعيش بالسلم ولكنها آمنة على مستقبلها. فالأمة ليست أمة سلم بمعنى أنها لا تفكر في سلاح وبمعنى أن تصير ضحية لأي شخص يريد أن يهجم عليها، وليست هذه الأمة أيضا أمة عدوان كل يوم تهجم على جهة، لا، يجب أن يكون موقفها هكذا متوازنا. ثم إن هذه الحكمة حينما تطلبونها في كتاب الله لا تخلو آية ولا نص قرآني من هذه الحكمة. علماؤنا رحمهم الله كانوا يتتبعون كل تفاصيل القرآن الكريم وهو يعبر. تعرفون الكلمة القرآنية تحتل مكانها وتؤدي معناها المراد بالضبط. هذا التقديم والتأخير في كتاب الله، هذا التقديم والتأخير في كتاب الله في المفردات خاضع لهذه الحكمة. فأنت إذا قلت في كتاب الله تعالى قرأت إياك نعبد مثلا، قلت إن المفعول به رتبته التأخير أن يكون بعد الفعل والفاعل، لكنه هنا متقدم، ويقولون إن تقديم المفعول لا يكون إلا لنكتة أي لغرض لقصد، فيكون المعنى أننا لا نعترف لله بأننا نعبده ونستعين به مع إمكان أن نشرك به آخر في العبادة والاستعانة. لا، فنحن إذ نقول إياك نعبد
نقر لله بأننا نعبده، هذه وحدة، ونقر لله مرة أخرى بأننا لا نشرك به غيره في العبادة وفي الاستعانة. فبمعنى أن فيها أن في الآية التزامين، التزام أول بالعبادة، والتزام ثاني بتمحيض تلك العبادة وجعلها خالصة لله عز وجل من غير إشراك الغير فيها. فلو أن الأمة هذه عبدت الله في بعض الظروف في مساجدها وسجدت وركعت واستجابت، ثم خرجت من مساجدها لتصير عابدة لغير الله في كل المظاهر التي يعبدها الناس، الأرواح أو الأشباح أو النجوم أو الأضرحة وما أشبه ذلك، لو فعلت ذلك لما كانت قد وفت بالالتزام، التزام بالعبادة وتخصيص الله عز وجل بالعبادة دون غيره. إذن فالحكمة في التقديم قائمة، الحكمة في التقديم قائمة. حينما تقرأ وحينما يأتي الإنسان يتحدث عن أي آية من الآيات ويريد مثلا أن يستشهد بالتوكل على الله تعالى ويرى أنه متوكل، إنسان لا يشتغل في ركن من أركان المسجد، لا يشتغل ويرى نفسه أنه محقق للإيمان وأنه متوكل على الله، بجلوسه ذلك يعتبر أنه توكل بالجلوس والانسحاب، فنقول له شاهد هذا، فيقول لك قال الله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. فنقول إن قراءة الآيات في هذا الموضع يدينك، لأن الآية فيها تقديم العزم ثم توكل بعد ذلك. لكنك حينما لم تعزم على شيء ولم تقم لشيء ولم تتحرك لشيء لم يصح منك أن تكون إلا مدعي للتوكل. لاحظوا أن كلمة التوكل المقرونة بالعزم فيها نهاية النشاط، بمعنى أن أمتنا لا يمكن أن تكون أمة متواكلين ولا أمة نائمين ولا مستسلمين ولا أناس منسحبين، بل هم أناس يتحركون. الفرق بينهم وبين غيرهم أنهم يشفعون الحركة بتوكل على الله فيستريحون، وأن غيرهم ممن يعزم ويتحركم ربما من الكفار ويقوم بنشاط إما اقتصادي أو من نوع من أنواع النشاط يفوته التوكل، فلذلك تدركه الحسرة ويتصور أنه مسؤول عن كل النتائج وما يترتب عن ذلك العزم. نحن نتوكل أصلا بعد العزم. لاحظوا أن الكلمة تأتي في مكانها في كل الآيات التي نقرأها دائما، نجد أن هناك من يسيء القراءة، مثلا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قد يقولها إنسان قبع في المسجد وانسحب ولم يتاجر ولم يبيع، ويقول نحن هؤلاء، نحن ممن قال فينا الله سبحانه وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ونقول له قد أخطأت قراءة الآية، لأن هؤلاء الذين لا تلهيهم تجارة هم الذين لهم تجارة لكنها لا تلهيهم، أما الذي ليست له تجارة أصلا فلا يمدح بأنه لا تلهيه تجارة لأنه ليست له تجارة. هل نقول لإنسان فاشل عاجز جالس على الأرض فلان لا تطغيه القوة، لا يطغيه قوة البدن، هو أصلا متهدم هو أصلا جالس، كيف تطغيه القوة؟ ولا لا يمدح بذلك. ولكن حينما نجد إنسانا قوي الساعدين مفتول العضلات وإنسان رياضي ولكنه لا يجور على الناس ولا يظلم، نقول فلان رياضي فيه كمال الجسد كما يقال، ولكنه لا يطغيه ذلك، لا يطغيه كمال جسده وقوة جسده لا تطغيه، هذا يصح ذلك لأنه أصلا عنده قوة جسد. أما الفاشل قاعد قل فلان لا يظلم الناس وبعد أجبر راح يوقف على رأسه وبعد يبقى يظلم الناس لما يظلم شيء، هو أصلا غير داخل في السياق أصلا. فلا تلهيهم تجارة ولا بيع كما حقق ذلك كثير من العلماء،
فيه امتداح للناس بالتجارة، ولكن تلك التجارة لا تطغى على العبادة، فهي لا تلهي، هي موجودة وقائمة ولكنها لا تلهي. كما أن الإنسان الذي له أطفال لا يلهونه عن العمل، لأن له الأطفال ومن شأن الأطفال أن يلهوه عن العمل، ولكنه ولا يلهو عن ذلك فيمدح بذلك. أما الذي ليس له أطفال أصلا لا يقال فيه بأن أطفاله لا يلهونه عن العمل، لأنه ليس له أطفال بالمرة. إذن فكل كلمة قرآنية هي كلمة في مكانها، وهي كلمة حكيمة، وهي كلمة تؤسس لتوجه لهذا الإنسان ليكون في المكان الصواب، في المكان الصواب. فاقرأوا القرآن من أوله إلى آخره تجدون أن إشارات القرآن وأن هذه اللفتات التي كان يقف عندها بعض العلماء الذين فتح الله عليهم وهم مفسر القرآن فعلا كانت تعطينا هذه المعنى، هذا المعنى الذي هو معنى الحكمة. الحكمة التي تنبع من القرآن هي حكمة يقترن فيها العلم القرآني والمنطق كذلك. أي أنت حينما تريد أن تكون قرآنيا في تصرفك تكون حكيما، لأن اختياراتك قد تكون اختيارات مباينة ومفارقة للاختيارات الأخرى، ولكنها في نهاية المطاف تكون صحيحة ووجيهة. أنا أتحدث الآن عن مخافة الله التي سميت رأس الحكمة. رأس الحكمة مخافة الله، رأس الحكمة مخافة الله. حينما يخاف الإنسان الخالق وينأى عن المعاصي لا يفعل ذلك لأنه غبي أو لأنه جاهل أو غير عارف ببواطن الأشياء كما يتصور كثير من العصاة. هذا شاب ناشئ يافع لا يزني، لا يزني، كيف ينظر إليه الزنات؟ مغفل لا يفهم شيئا ولا يعيش حياته ولا يعيش لحظته وكذا 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 وكذا، يقول مجموعة ديال هذا هو يجد في نفسه داعي الزنا وليس باردا في احتياجه إلى الجنس الآخر، لا، لكنه فعلا حينما يفكر في هذه الأشياء يقول كيف يجوز لهذا العبد أن يستعمل هذا الجسد بكل دقته وبكل قوته وبكل طاقاته في أمر يغضب الذي خلق هذا الجسد والذي منح هذا الجسد. إذن هذه الرؤية أن الإنسان لا يريد أن يرى نفسه عاصيا، يستحي من أن يواجه المحسن بالإساءة، هذا موقف عقلي وموقف شرعي لا يرقى إليه كثير من الناس. الزناة والفساق ليسوا شجعانا، إنما هم عبيد شهواتهم لا أقل ولا أكثر، لكن موقف العفة موقف راق، موقف سام، موقف عال. حينما يجد الإنسان في نهاية المطاف أن كل الخيارات الحكيمة والمتعقلة تدعو إلى العفة يكون هو حكيما بالتأكيد. فتجد هذا الشاب حافظ دينه واطمأن إلى أنه مطيع لله وحفظ جسده، فلم يتسرب إليه شيء من المعاصي، شيء من الفيروسات أو شيء من المهالك، وحفظ ماله وتعلم العفة وصار أليفا بالنسبة إلى زوجته حينما يتزوج، لا يكون له من التاريخ ما يجعله في موضع الشبهة ولا يتطرق إليه الشك، وأشياء وأشياء كثيرة ينعم بهذا الإنسان لمجرد أنه ترك هذه المعصية. هؤلاء الذين يعرفون في حومته في أصدقائه يعرفون أن هذا الشخص لا يساء ممن يمارس هذا الزنا، هذا الموقف في ذاته يجعل فوق موقف الشبهة. لو شك الناس في الجميع، لو حامت الشبهات، لو ادعت عليه امرأة مثلا
في كل الحالات يجد نفسه بريئا لدى الناس، بريئا لدى أسرتي، بريئا لدى الملائكة، بريئا عند الله عز وجل، لأنه فعلا طاهر. ولكن هذا الموقف لا يستطيعه كل الناس، إنه موقف الحكمة. وتلاحظون أن هنالك موقفين، موقف مهزوز ساقط هابط خاضع للشهوة هو موقف الزاني، وموقف راق عال سام فيه مكابدة ولكنه حكمة بالتأكيد. لو عرضتم هذين الموقفين على العقلاء الكبار، على الحكماء الكبار، لكانوا كلهم مع موقف العفة مع أنه شاق، ولكانوا ضد موقف العهارة والدعارة والسقوط والفجور. وهكذا لاحظوا أيها الإخوة هذه القضية، كل الأشياء التي تشكو منها الأمة هي معاص تجرأت عليها الأمة بدءا، وهي الآن تكتوي بنارها. يتحدث الناس الآن في المنتديات العالمية وفي المحافل العامة والخاصة عن فشو الرشوة في العالم المتخلف، وتصل الرشوة في بعض إلى 60% و40 و50، ويتحدثون عن كوارث حدثتها الرشوة في البنايات، في المقاولات، في الإنجازات، في البنية التحتية، أشياء كثيرة ضاعت على الأمة بسبب الرشوة. لكن من أين بدأت الرشوة؟ بدأت من شخص يستحلها، من موظف صغير يأخذ دريهمات قليلة للرشوة ويقول هذا حلال لأنني لا أجد ما أتم به أو أحتاجه لنفقاتي، ومواطن آخر يستهين بالأمر ويقول ما فيها بأس نعطي شي حاجة ودهن السير والناس بارك علي أختنا في راسي بقطع العبط عطيه بارك علي ونفود. ما بدأت القضية؟ بدأت الرشوة ب50 درهم، ولكن ضاعت فيها أمة، لأن الذين يستحلون ما تبقى أن تعطي الرشوة ب5 درهم و10 درهم وتدافع عليه. ها كاين وحدين أخرين ما قالش يتكلموا على 5 درهم، يبقوا يتكلموا على الملاير، صفقات خاوية يديو فيها المستقبل ديال الأمة. قول لك سيدي أنت ياك أنت وياه بحال أنت تدير رشوة ديال 1000 وهو يديها ديال المليار، كيف المنهج واحد والحكم واحد. أنت شرع كلو لما قلت حلال كانت حلال ليك وحلال لي، ولكن هو اللي استفاد منها أكثر. داك اللي قد يدي لك دوك الحيوانات الكاسرة، دوك القرش تاع السمك الكبير، هو الذي ابتلع كل شيء لأن الحكم واحد. لاحظوا كيف تعصي الله هذه الأمة وكيف تؤدي الثمن باهظا فيما بعد، وتصير عنوان الأمم والشعوب هذه المتخلفة بأنها أمم فيها فساد إداري. من أين جاء الفساد الإداري؟ من المعصية، ما جاءش من الطاعة. هذا الفساد الإداري لم يأتي به التزام بالقرآن، ليس في القرآن ما يجعل هذه الأمة موسومة بأنها أمة الفساد مطلقا. إذن أقول إن الحكمة هي طاعة الله عز وجل، هذا القرآن حكمة. فمن لم يعرف ما معنى الحكمة، من أشكل عليه أن يعرف أين هي الحكمة، فليلتزم بالقرآن ليجد أنه فعلا في حكمة. ما أمرك الله به فتمسك به، فهمته أو لم تفهم به، رضيت به أو لم ترضى به، أعجبك أو لم يعجبك، فتمسك به فإنها الحكمة. بقدر ما تبتعد عن القرآن وهدي القرآن تبتعد عن الحكمة بالتأكيد. فالحكمة تساوي القرآن، والله تعالى يسمي كتابه بأنه حكمة، ويسميه حكمة بالغة، أي ليست حكمة قاصرة، حكمة تستطيع أن توصل الخير إلى الناس كلهم بكل فئاتهم وطبقاتهم بذكورهم وإناثهم. وهذه الحكمة التي ليست حكرا على طائفة ولا على فئة ولا على درجة، أيضا هذه ميزة من ميزات الإسلام الذي يستطيع أن يسعد الناس جميعا. بالتالي لا يمكن أن نقول إن هذا القرآن ينحاز إلى الذكور دون الإناث، كما يقول أصحاب التيار النسائي الذي يريدون جعل القرآن بأنه أو الشريعة الإسلامية بأنها شريعة ذكورية. هؤلاء في الحقيقة يتجنون على القرآن،
ويتجنون على هذا الكتاب الذي يعطي كل ذي حق حقه ويجعله في المكان المناسب له. لنقول للناس هذه المرأة موجودة بطاقاتها الذهنية صحيح مساوية للرجل، وقد تكون أكبر من الرجل في طاقاتها الفكرية صحيح، في طاقتها الروحية قد تكون المرأة أكثر قربا من الله من الرجال إذا تعبدت واقتربت وأخلصت، قد تكون القرآن لا يقول لا، لكن في وظائفها الفيزيولوجية هناك تفرقة، هناك ما يصلح للنساء هناك ما يصلح للرجال. فإذا نظرنا إلى الجانب هذا الجانب لا نقول للمرأة إنك امرأة فقط لأن المجتمع أراد أن تكون امرأة، هذا كلام، وهذا الكلام لا يحسن أن يوجه دائما لأمتنا، نوجه إلى العالم، نوجه إلى العالم. كم هم الذين حصلوا على جائزة نوبل في العالم؟ جائزة نوبل فيها حكماء وعقلاء، ومن الذي يعطون الجائزة؟ شحال؟ فايت 700. كم عدد النساء اللواتي حصلن على هذه جائزة؟ حوالي 30. هل يقال أن جائزة نوبل هي جائزة ذكورية لا تعطى إلا للرجال؟ والأشياء كثيرة، حينما ترون الواقع في العراق عدد القتلى عدد الموتى، كم عدد النساء وكم عدد الرجال؟ في مجالات متعددة هناك شيء يلتحق أو من خصائص الجسد القوي، ولذلك تجد أن الجسد القوي حاضر، وهناك أشياء تليق بالجسد الذي موهب خصائص أخرى فتجد وظائف أخرى مناسبة، لكن ذلك ليس معناه التفضيل أو الإعلاء أو لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التمييز يقع بالتقوى بالجدوى بالفائدة، فرب امرأة خير من ألف رجل، هي كانت ذكية وتقية وعالمة ومتبتلة وصالحة ومصلحة، فهي خير من الرجال الذين يصلون، وهي في روحها وهي في ذكائها قد تكون أذكى من كثير من الرجال، لكن في وظائف الجسد يختلف الأمر، من غير أن نصل بعد إلى اتهام القرآن بأنه ذكوري أو أنه يفضل الرجل على المرأة، لأن هذه قضية لا بد أن نوسع مجال الرؤية فيها إلى العالم كله، لنرى أن المرأة تباين الرجل في كثير من الأشياء من هذا القبيل، وأن القول بخلاف هذا نوع من دغدغة العواطف ونوع من دعوة إلى حشد النساء ضد الرجال، وهذا أمر ليس من مصلحة المجتمع في شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا ضربت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.